حنايا دابا ملي جا السيد الامين العام الحالي ديال حزب الاستقلال ما هناناش حتى في الاغلبيه. جينا واحد النهار هنايا وقررنا نجتمعوا النواب ديال الاغلبيه كاملين، رؤساء الفرق ديالهم جوج من كل فريق مع رئيس الحكومه، باش نرتبوا غير بيناتنا القوانين والمراسيم والقوانين التنظيميه. علاش؟ لانه واحد الوقت النواب البرلمانيين بداو كيدفعوا المشاريع ديال المقترحات ديال القوانين اللي كيخص، اللي كيظهر منطقيا باللي الحكومه هي اللي خصها تتبناها واخا هما من الاغلبيه. ولينا غندخلوا في واحد المزايده غير صحيه بالنسبه للحكومه، بالنسبه للاغلبيه على الاقل. هو هذاك الاجتماع منع الناس ديالو باش يجيو. وبلاتي وخلينا نكمل، واش كتطلبوا التفاصيل؟ ملي كنعطيكم التفاصيل كتضيقوا؟ اسمحوا لي، منعهم باش يجيو. واحد وتما حدثت لينا الازمه. حنايا داخل الاغلبيه ملي جا هذا السيد اربك الاغلبيه، افسد يعني عملها المشترك. تبعت هذيك شهرين ونص ديال القطيعه، وجا لعندي السي العنصر والسي نبيل بن عبد الله وقال لي السي انت رئيس الحكومه، عاود دعي للاغلبيه وعاود كذا وعاود كذا. قلت لهم راه غندعي ولكن ستندمون. وفعلا عاوتاني دعوته وجمعنا عاوتاني الاغلبيه وعاوتاني حاولنا ننطلقوا، وعاوتاني بدا الاسلوب ديالو هو هذاك. الله يهديه، ما عندنا ما نديروا.